سمير غانم تأثر في حياته بعدد من الشخصيات النسائية، أثر في تفاصيل شخصيته واستطعنا أن يكون محور حياته. لكل منهم قصة معه تأثر فيها بشكل كبير. إليكم في هذه الحلقة سيدات في حياة سمير غانم. فتحية حلمي هي والدة سمير غانم وأول شخصية تأثر بتفاصيلها، وكانت بتعوضه بحنانها عن قسوة والده اللي كان بيعمل في الشرطة المصرية. دعوتها لإله وهي على فراش المرض فتحت له أبواب الرزق وانطلق في مشواره الفني، لكن مرضها ورحيلها بشكل مفاجئ جعله يمر بأزمة كبيرة. سمير غانم كان شاب منطلق ومحب للحياة والسيدات، فتزوج للمرة الأولى من فتاة صومالية تعرف عليها في إحدى الحفلات، لكن هذه الزيجة ما استمرت طويلاً وانتهت بعد شهرين فقط من الزواج. تزوج سمير للمرة الثانية بنفس الطريقة، فبعد سهرة مع الأصدقاء تعرف على فتاة تزوجها في نفس اليوم لكنه انفصل عنها بعد أسبوع واحد فقط. تعرف سمير غانم على دلال عبد العزيز وشعر بحبها لكنه كان بيتهرب منها، وأصرت دلال عبد العزيز على الزواج منه، فاستسلم سمير غانم في النهاية وقبل الزواج منها. دلال عبد العزيز هي نقطة التحول في حياته، حيث حققت له السعادة والاستقرار الأسري، فأنجبت له بنات دنيا وأمي سمير غانم، وحافظت على نجاح واستقرار الأسرة لسنوات طويلة وجعلت من علاقتهم قصة حب أسطورية. اعترف سمير غانم بفضل دلال عبد العزيز في استقرار حياته. دنيا وأمي هن مصدر البهجة والسعادة الحقيقية في حياة سمير غانم، خاصة وأنهم تميزوا بالحس الكوميدي مثل والدهم وأصبح لهم جمهور كبير. عاش سمير غانم مع بناته الكثير من التفاصيل، بداية من الطفولة والشباب وحتى الزواج لكل منهم لمن اختاروا قلبها، واستطاع دنيا أن تمنحه شعور الجد قبل رحيله، فاستمتع في السنوات الخمس الأخيرة من حياته بروح الطفولة مع حفيدته الوحيدة كايلا. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.